الآن خمس ونصف صباحا، و هذا هو دفتر مديري، كمية من المويه الواردة من الأراضي الصيفية، والآن فاتحين حوالي 6 أبواب لتمرير كل الزيادة الواردة من الأراضي الصيفية. قدام يعمل حسابنا إذا استمر هذا الوضع فسوف يكون هناك فيضان. انتبهوا يا ناس قدام، أخرموا قواعدكم، أخرموا القاعدة يا ناس قدام. يعني الإعلام الفترة اللي فاتت كان يقول إنه موية ما في، فهذا بيعمل عمل موية كبيرة من الموية. بالمناسبة أنا قبل النهضة الملية الثانية انتهت تماما منذ قريب الأربعة ولا خمسة يوم. ستة أبواب مفتوحة يا أخوان، ستة أبواب مفتوحة، وربما الأيام القادمة يكون 7 أبواب فاتحة 24 ساعة، كمية من المويه الواردة للأراضي السورية.